الخير. شوفوا واحد الغزالة، شوفوا واحد الزوينة مسكينة، مشى ليها الذكر ديالها البارح. أوه بيضات، يلا بيضات دابا مسكينة. شوفوا البنات، هذا راه واحد الحمام سميتو الكابوسان. قلت لكم يلا جايب جابهم راجلي كوبل، صافي هذا دي واحد 15 يوم جو كخولي 20 يوم بحال هكاك ولا ميم با. والبارح قال لك بغى يطلق الذكر بيسكو هي كانت باغا تبيض، يلا بيضات هذا الصباح هذا، وطلق لينا الذكر والذكر مشى معاه ودرجع. كان زوين زوين. المهم هي دابا غير دايره، ما غاديش تبان لكم مزيان حتى تجي قبالتي ونعاود نصورها لكم. زوينه فنه، كتبوا غير كابوسون غادي يعرف، غادي تشوفوا في جوجل كيفاش داير الشكل ديالو غزيون. ايوا مشى لينا الذكر من البارح ما عاود رجع. وصافي مسكينه دابا راه بقات بوحدها. نورمالمون هما الحمام وحده كتكوفي والاخرى كتموفي عليها كما كيقولوا. وكيبقاو يديروا النوبه، واحد كيكوفي مره الاخرى كتكوفي مره. ايوا دابا بقات مسكينه بلا راجل، خاصنا نقلبوا ليها على راجل دابا. صباح النور، كي دايرين؟ لاباس عليكم. غادي نخرج اون ميم طون وانا كنهضر معاكم، حيت غادي نمشي نجيب وليداتي من ليكول. نشدو هنا، صافي لينا واحد الدقيقه نسدو هاد الباب. وليداتي الباب عندي ما تيتسدش بلي صريخ، خاصو لي 100. ايوا قلت لكم كي دايرين، لاباس عليكم، واش اخباركم، واش كتعاودوا، كلشي بخير، الصحه بخير. نهبطوا من الدروج. شنو شوفوا شوفوا، اي كنهبط من الدروج ديال السوكو حيت انا ساكنه غير بروميير ايطاج فيت في. باش غنحل هاد البيبا 17000 باب في هاد العماره. اوب، انا ما صلحش نكون يوتيوبر، زعما كنمسح حتى شي واحد كنتسبق له. كيبقاو يشوفوني كنهضر مع تليفوني، كتجيهم في شكل هضر من دار هذا. ما كذبش عليكم، ما عرفتش واش عيا ولا ما كناكلوش ولا هذا، مي ما كتجينيش هذيك الشهوه انني نبقى نقلب سوغ يوتيوب باش نبقى ندير الوصفات وهذا. كندير حاجه سامبل عاديه، داكشي اللي ربونا عليه والدينا وصافي. الحمد لله الجو زوين، الجو بارد ماشي سخون بحال اللي فات. دونك من ناحيه الجوع هذا صراحه الجوع ما كاينش، غير هو النعاس. النعاس النعاس النعاس، ما كرهناش ننعسوا النهار كامل، ولكن ضروري كتفيقي مع ديك السبعه، خاصك تفطري الوليدات ديهم المدرسه. انا شخصيا فاش كنرجع صافي، فاش كنفيق ما كنرجعش نعاود النعاس. كاين الناس كيديروا لا سياست حيت هنايا النهار طويل بزاف كمان، كيرجعوا مازال كينعسوا واحد شويه في داك الصباح. انا ما كنقدرش نعاود نرجع النعاس. ان شاء الله انا وقت ما قدرت انني نصور، شفت ان لا جورني فيها شي حاجه اللي فيها ما تصور، غادي نصور لكم ان شاء الله ونحط لكم دي فلوغ. وإذا كانت لا جورني خاويه يعني ما فيها والو، فيها غير توجد الفطور، صراحه ما كيبان لياش زعما فيها شي انتيغي ويفيدكم. ايوا ايوا هذا مكان مهم. البارح انا غادي في الطريق نبقى نهضر معاكم حتى نوصل. البارح قبل ما ننعس معاك قلت لكم مع النشوفيه ديال الماء ما كنشربوش مزيان، ولا ديك لا كونتيتي اللي كنشربو في الفطور ما كتكفيناش للغد ليه. لا بروف انني شوفو كنفيق، فمي شاحف 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 صافي، ما كيبقى فيه لا دم لا والو، كيولي صفر اكثر من وجهي. فالبارح زعما قال لك بغيت ندير شويه ديال لي سوا. صراحه ملي بدا رمضان ما عمرني ما درت شي سوا ولا هذا، كندير كريم ايدغاتونت، وحتى لا كريم ما كنديرهاش، ف كنديرها قليل. ايوا قلت لكم اوف نسيت. الماسك البارح قالك بغيت ندير واحد شويه ديال ليسوان للوجه ديالي، ودرت واحد الماسك اللي كان جاني في لابيخش بوكس الاولى شحال هادي، وكنت كنحمق عليه وتلف ليا. وفاش بغيت ندير ان ماسك لقيتو، بقى فيه غير واحد فريتي غادي نوريه لكم، حيت والله يا البنات الا زوين هذاك الماسك. نتوما عارفين يعني الحاجه اللي عجبتني كنقول عليها مزيانه، اذا ما كانتش مزيانه راه غير بعدو منها. دونك هذا ماسك واعر 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 بزاف. البارح درتو وغسلته مع 4 الصباح فاش بقينا نتسحروا، نعست به. ماشي شي ماسك اللي هكا كيبقى كوش كبيره، غير ديروه بحال لا كريم ايدغاتونت وكيبقى وصافي. الوليدات خارجين. انا بغيت نتفقس معكم قبيله حدا المدرسه، دابا انا في الدار راه غديت ولادي وصيفط ولدي للمدرسه. شنو غادي ندير دابا؟ بغيت نقول لكم شي حاجه، داكشي اش قلت انايا مشات ليا من مخي. ايه بلاتي، ها هو بغيت نوريكم الماسك اللي كنا كنهضروا عليه قبيله. دونك هو هذا،
دير زوم عافاك، الله يرحم لك الوالدين عافاك. المهم هذا هو الماسك البنات، ها نتوما سميتها ابيسيا، لا مارك سميتها ابيسيا، وهذا 100% ناتوريل مدير من المييل. وصراحه الريحه ديالو كتحمق زوينه بزاف، والترطيب عنده هكا 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 هكا. باغ كونطخ لو بري البنات طالع بزاف الثمن، كيدير شي 37 يورو في لو سيت ديال البيرش بوكس. ما شفتش في دوطخ سيت باش نعرف زعما واش هكا نقص شويه في الثمن كلكو بار زعما في شي كونط اخر، ولكن المهم خليكم نتوما تقلبوا سوغ جوجل هكا يشوفوا دوطخ سيت الا لقيتو الثمن ناقص. المهم اللي بغات تجرب ولا اللي بغات تشوف، مي على ضمانتي زعما زوين بزاف. بالنسبه للناس اللي ابوني في لابيرش بوكس غادي يكون ناقص ليهم ديجا 15%، دونك يبقى 27 يورو. انا عندي ان شاء الله كلكو بوا ديال باريناج، دونك فيما كتابونا شي وحده بلو ليان ديالي كتجيني انا 10 يورو، دونك غادي نشوف ان شاء الله نقدر ناخذو، حيت فريمون زوين بزاف. اون بلوس ناتورال ما فيه لا بارابين لا نقول لكم شنو ما فيهش، ها هو كلشي مكتوب في لو سيت. ها نتوما هذا لو بري بوبليك العادي، مي الا كنتو باغيين تشريو سوغ لو سيت بيرش بوكس ما تنساوش انكم ديروا واحد لو كود، ها هو هنايا الفوق ديال 20% سميتو هالو مي، غادي ينقص لكم 20% من هذا الثمن هذا، ولا ليفريسون راه كتكون اوفيرت ا بارتير دو 25 يورو ديال لي زاشا. وها نتوما كما قلت لكم 100% ناتوريل مدير من الميال، لو بولين، الويل فيجيتال والجليسيرين، و نورمالمون قالك ايدغات اي نوري اون بروفوندور 100% دانغريديون دوريجين ناتوريل، و 51% دانغريديون سون بيو. فوالا فوالا ميد ان فرانس قالك سون سيليكون سون ريان دو تو. وهذا لو بو هذا فيه 100 مليلتر، 100 مليلتر. حاجه واحده اخرى اللي بغيت نوريكم واللي بغيت اللي كنت وريتها في واحد لا فيديو صراحه، وجاوني عليها كلكو كومونتير ونسيت ما جاوبتش البنات، قلت لهم غادي نجاوبكم ان شاء الله في شي فيديو واحده اخرى ونسيت، هو على حساب هاد لي زيشانتيون ديال لانكوم اللي كنت قلت لكم راه تقدروا تحصلوا عليهم غراتويتمون، كيجيكم ثلاثه ديال لي زيشانتيون بحال هكا، كل واحد فيهم فيه 5 مليلتر، دونك وتقدروا تختاروا اي غام بغيتوا تجربوها قبل ما تشريوا لو برودوي الكبير، حيت هما اصلا سي دي برودوي كيكوت اسي شير، دونك كنظن انا غير سيروم ديال لانكوم كيدير دون لي 89 يورو، 89 يورو ولا 90 يورو تقريبا. ف دي 5 مليلتر بحال هكا تجربوا به بعدا زوينين بزاف. دونك البنات كانوا قالوا لي انهم دخلوا من داك لو ليان اللي عطيتهم، وهذا وكان كيكون عندهم مشكل في لادريس، كيقولوا لهم هاد لادريس ما كايناش، دونك انا غنعاود ندير معكم لوبيراسيون كلها البنات بالنسبه اللي كانوا سولوني ولا حتى اللي كانت شي وحده مهتمه فيكم هنايا. دونك فوالا هذا هو لو سيت ديال لونكوم، هذا غاديش ندخل معكم من داك لو ليان، ندخل معكم نيت من لو سيت ديريكتومون، ديروا لونكوم lancome.fr وغتجيو لهاد البلاصه هادي بلاتي نسدو هاد العجب هذا، غتجيو لهنايا فين كاينه دياغنوستيك، غادي نقرب لكم ها نتوما دياغنوستيك كليك، وغادي تخرج لكم هاد لاباج هادي، ما تديوهاش في هادشي كله، غادي تجيو لهنايا رياليزي فوتغ دياغنوستيك وتكليكيو عليها، وهنايا كيعطيوكم كاع لي غام اللي عندهم وكاع لي بوزوان ديال لابو ديالكم. دونك هنايا اشاك فوا نخليكم تقراو هادشي، كل وحده فيها كيكتبوا لكم هنايا اشنو خاص لابو ديالكم فيها. مهم غادي تختاروا لا غام اللي بغيتوا تحصلوا عليها، باغ اكزومبل انا بغيت ندير هنايا ليسي اي ايلوميني، فهاد ليسي ايلوميني كيكون فيها لو مونك ديكلا ديال ما عندكش ليكلا في لابو، ومن لي سين ديالها حتى هي كيكون لي برومي سين ديال لاج، يعني لي بتيت غيدول كيكونوا يلاه كيبانوا. فغادي ندير هنايا دياغنوستيك ابدا، هنا كيعطيك لي 3 برودوي اللي غادي توصلي بهم، دونك هنايا في هذه اللي اختاريت انا غادي نتوصل بهاد، دونك هذا سي ان سيروم لادفانسد جينيفيك، وهذا جينيفيك كريم يعني لا كريم دو جور، و ادفانسد جينيفيك كريم دو بور لي زيو، هادي لا كريم بور لي زيو، وغادي تجيو لهاد البلاصه هادي كوموندي وغادي تكليكيو عليها صافي، غادي يبقى لكم غير تعمروا المعلومات ديالكم هنايا، لو نون البرينون لا دات دو نيسونس ليميل و لا فيل كود بوستال نيميرو نون ديال لا رو و نيميرو ديال لا رو وصافي، غادي ديروا لو اكسبتي و تفاليدي، وغادي يقولوا لكم راه هذيك ديالكم دايره مفاليديا. دونك فوالا جيسبر انني نكون جاوبت البنات اللي سولوني على قبل هاد لو سيت هذا ديال لونكوم، وصافي. المهم فاش كديروا لا فاليداسيون ديالكم راه كتوصلوا بهم فواحد 10 ايام تقريبا عاد كيصيفطوهم، اي فوالا فوالا. دونك دابا اشنو غادي نديروا،
شويه الزيف هذا كيحمقني، كنقول ما عمرني ما عندي لبسه كيدير ايدي وحده انا بحال مولاي هرنونيه. انا باقي عليا الحال، ما كنبداش نوجد الفطور من دابا، ما كنوض حتى لديك الخمسه تقريبا، حتى كنجيب ولدي من المدرسه عاد كنبدا نوجد الفطور. دونك اون اتوندون غادي بعدا نخلص واحد لي فاكتور راني حاطاهم هنايا ديال الضو ديال هذا. مهم جبت هنايا غير الفاكتوره ديال الضو، باقا واحد لافاكتور اخرى خاصها تخلص، ما كاينه خلص هذه البلاد هذه. اي مهم نخلصوهم باش هكا ما يزيدوش علينا لي زاجو، حيت دي فوا كنساهم. اي فوالا، دونك نتلاقاو ان شاء الله في الوقت اللي نكون كندير فيه الفطور ان شاء الله. انا جيت دابا كنوجد الفطور ديالي، غادي ندير عشاء تو سامبلومون، ما غاديش ندير داكشي القطيقات وداكشي. درت هنايا واحد الطويجن ديال الكبده، شديت غير البصله شلطتها ودرت معاها الفلفله خضراء وفلفله حمراء، نتوما كتشوفوا قطعتها كبير، ودرت معاها الكبده ديريكتومون، ما شحرتش داكشي، ما شحرتش الخضره حيت ما غاديش نطيب هادشي بزاف، الخضره غادي تبقى شويه شاده في راسها زعما، ماشي عاوتاني دايبه، وكتجي الصراحه زوينه بالنسبه لي زيبيس. درت مالك ما غاديش تخليني ننسى نهضر معاكم. لا تي ماما جو فيني اتوني بالنسبه لي زيبيس، بعدا ديجا درت شويه ديال الزيت البلديه وخلطتها مع الزيت العاديه، ودرت بزاف ديال الكمون، درت هنا تقريبا واحد جوج معلقات صغار عامرين، الملحه، البزار، شويه ديال التحميره، وصافي هادشي اللي درت. دونك فوالا، دابا من بعد غادي نزيد عليها نقطع الربيع، وغادي نزيدو عليها في الاخر ديال الطياب. مهم الكبده ما خاصهاش طيب بزاف باش ما تقصحش، ومهم انا غنوريكم في الاخر الريزولتا. ودابا غادي ندوز الريزولتا بحال كندير في الامتحانات. دابا غادي ندوز باش نقطع شويه ديال الخضره، غادي نديرها في الفران هكا مرافقه لهاد الطاجين هذا، غادي ندير شويه ديال الفريت وشويه ديال خيزو هكايا في الفران، غادي ندير له شويه التوابل، ومن بعد غادي ندوز باش ندير البغرير. دونك البغرير ديال 5 دقائق في ساعه. ودابا غادي ندير لكم نقول لكم لا غوسيت اكزاكت بالنسبه للبنات اللي كانوا طلبوا لي في اخر مره، حيت انا ديجا شحال من مره تقاسمتو معكم في لاشين، داكشي علاش ما كنبقاش في كل فيديو نقول لكم المقادير، يعني غير كنبينوا لكم هكاك وصافي. دونك دابا غنعاود نقول لكم المقادير ان شاء الله بالتدقيق. كما شفتوا هنايا قطعت شويه ديال الخيزو، وعندي الفريت هذا اللي كيدخل الفران ديجا، نتوما تقدروا ديروا غير بطاطا عاديه، راه كنديرها ديما حتى انا، ودرت ليها شويه ديال الزيت البلديه وشويه ديال الطبزيره، بالنسبه للطبزيره درت فيها الملحه، شويه ديال البزار، والتحميره غير باش كتعطي هذاك اللوين زويون، ودرت لي زيرب، درت شنو درت درت الزعتره، ودرت شويه ديال الزعتر، وصافي. دونك صافي وخلط هادشي. والثومه غبر، ما تنساوش الثومه، وخصوصا اذا كانت عندكم الثومه العاديه شدوها وهرسوها هكا بداك الماكينه ديال سميتها، ولا قطعوها طريفات بحال هكا وخلطوها مع هادشي، كتعطي واحد المذاق زوين. دابا غادي ندخلها للفران واحد 20 مينوت بحال هكا في الفران، وغادي طيب. يلا البنات نبداو دابا مع بعضياتنا البغرير. غادي نحاول نقول لكم التفاصيل نبدا لكم بعدا في المقادير. ديجا غادي تاخذوا واحد الكاس كيف ما كان الكاس ديالكم البنات، سواء كان صغير ولا كبير، خذوا تبعوا غير الطريقه. انا كناخذ هذا الكاس هذا اللي القياس ديالو تقريبا بحال الكاس ديال العنبه، شويه زايده عليه غير شي شويه. دونك هذا هو الكاس باش غادي نعبر العبارات ديالي. عندي هنايا السميده الرقيقه، ماشي الرقيقه جدا، ماشي الفينو، هذه الرقيقه. الناس اللي في اوروبا يشريو غير الباكيه اللي مكتوبه فيها سميد رقيق، ماشي رقيق جدا، فقط رقيق. هنايا عندي الدقيق ديال الفورس، الماركه كنستعمل فرونسين، هذه غير باش نقولها لكم الا بغيتو تعرفوا الماركات، هذا فرونسين وهذا ساميه. هنا عندي الماء، الماء عادي ديال الروبيني، شويه ديال الملحه، وعندي باكيه ديال الخميره هذه ديال 14 غرام، هذه كناخذها من عند ليدل.
وعندي هاد البلونجور هذا هو باش غادي نخلط هاد هاد البغرير ديالي. الا عندكم البلندر يعني عندكم الكبير الكاس الكبير ديروه في الكاس مزيان، ما عندكمش هذا البنات خاص يكون في اي دار فريمون اي دار، سواء مولينات ولا بوش ولا شي ماركه اخرى، المهم غير يكون خدام مزيان يعني يكون فيه جهد بزاف. كيغنيك على البلاندر، يغنيك على شحال من الف. فرانشمون انا عندي هذا ما محتاجاش اي ما محتاجاش كاع انني نشري الكاس الكبير باش ندير العصير، كندير به كلشي. هذه ثاني وحده عندي لانني كنت شريت المره الاولى نفس لا مارك مولينكس وكلشي، غير هذا كان بلاستيك وطارت ليها هاد هذه اللي كدور. دونك هذا هو الديفو ديالهم، وانه مع الوقت مع كثره الاستعمال كطير ليهم هذه، مي كتعاود ترجع، مي دي فوا كتبرصطك حيت كتبقى طير وترجع طير وترجع. هذا دابا شريته هذه شي عامين تقريبا، الحمد لله خدام من داكشي، والثمن ديالو صغير يعني داير شي 24 يورو ولا 25 يورو ولا كاع شي دي فوا تقدروا تلقاوه حتى بقل. دابا غادي نبداو البغرير ديالنا. بالنسبه للبغرير قلت لكم غناخذوا هذا الكويس هذا وشدوا العبارات ديالكم، غادي ناخذوا جوج كيسان ديال السميده الرقيقه وغادي نزيدوا عليها كاس ديال فورس. بغيتو ديروا كلشي سميده رقيقه، انا بغيتو ديروا غير سميده رقيقه في البغرير ديالكم ديروها، ما كاين حتى شي مشكل. انا هنا غادي ندير نص نص ماشي نص نص، ثلثين ديال السميده الرقيقه والثلث ديال الدقيق الابيض. دونك ها نتوما شفتوا ها هو ما معمراش بزاف الكاس، كندير هذا القياس هذا. غادي نكب هنا نزيد الكاس الثاني. دونك درنا هنا جوج كيسان ديال السميده الرقيقه، دابا غادي نجيو نديرو كاس ديال الدقيق الابيض اللي هو الفورس. ديرو نفس المقياس، هانتوما شفتو تقريبا نفس المقياس اللي درت حتى للسميده. دونك فوالا هذا المكان. غادي نجي دابا ندير المليحه ديال الكاس، غادي نخليه هنا باش غادي نعبر به الماء. من بعد غادي نجي ندير الملحه. بغيتو تزيدو فيه حتى واحد الساشي ديال الفاني زيدوه، اللي كيعجبو البغرير هكا بالفاني يزيدو. انا صراحة ما كيعجبنيش، كيعجبني غير الناتور بحال هكايا ما كنديروش. صافي هذا ما كان. دابا غادي نجي نزيد الساشي ديالي ديال الخميرة كما قلت لكم 14 غرام. غادي نزيد الماء من قبيله، وانا كنقول لكم 14 غرام ولكن هذه راه فيها 15 غرام ماشي مشكل. صافي المهم استعملت انا الكيس كله. دابا غادي نجي باش نضيف الماء. بالنسبه للماء البنات هنا درنا ثلاثه الكيسان ديال الدقيق، يعني في المجموع ما بين السميده والدقيق درت ثلاثه الكيسان. غادي نجي ندير ثلاثه الكيسان ديال الماء كمرحله اوليه، غادي نخلط. الى بان ليا ثقيل بزاف غادي نزيد واحد شويه، حيت هذا البغرير هذا ما خاصوش يجي ثقيل، خاصو يجي شويه خفيف. هانتوما غادي تشوفوني من بعد كي غادي يجي. دونك غادي نزيد ثلاثه باش ما نجريهش عاوتاني بزاف، نخلطو ونشوف من بعد واش جاني ثقيل. الى جا ثقيل غادي نزيد واحد شويه هذا الكاس الثاني وهذا الكاس الثالث. دابا ما غير بقى ليا الا انني نخلطو. هانا خلطتو البنات، المهم رولنا الدنيا شويه ماشي مشكل. دابا غادي نشوف واش هو هذاك ولا لا. بالنسبه ليا انا شويه ثقيل، ها نتوما كما كتشوفوا يقدر يبان لكم نتوما جاري، ولكن قلت لكم راه غادي يجي جاري. انا بالنسبه ليا باقي شويه ثقيل، غادي نزيد له واحد تقريبا واحد ثلث كاس. غادي نزيد بعدا واحد ثلث كاس ونشوف. فوالا هنا ثاني دابا من تخلط غادي نعاود نشوفو نقلبو. صافي ها نتوما شفتو دابا مزيان، دابا ها هو راه جاري ولكن ماشي جاري عاوتاني بحال الماء وماشي ثقيل بحال قبيله. صافي دابا غادي نخليه هكا، غنمشي نجيب المقله ديالي غادي نحطها باش تسخن شي شويه. بالنسبه للسخونيه ما ديروهاش البنات مجهده بزاف وما ديروهاش عاوتاني ناقصه بزاف. انا باغ اكزومبل عندي البوطه كتمشي من 0 حتى ل 9، في اغلب الاوقات كنطيبها على 6 ونص 7 باش زعما نسيتيويكم في الدرجه ديال الحراره. الا كانت عندك البوطه يعني ما ديريهاش منخفضه بزاف، ما ديروهاش عاوتاني مجهده بزاف باش ما تحرقش. يلا دابا غادي ندير المقله وندوز نطيب. Thank you.
الكاس دابا غادي ندوز باش ندير الشلاضه ونقطع الفاكهه وداكشي وندير شويه ديال العصير. وهنايا كما شفتوا درت غير شي شويه ديال شو سميتو الكروفيت، ما قشرتوش خليته بالقشره ديالو حيت ولدي كيبغي بحال هكا. المهم هذا ماشي لينا غير للدراري، درت ليه بحال هكا قال بغا الكروفيت، درتو غير شويه ديال الزبيده ملحه ديك البغسالي صافي. غادي نخليه يتقلى غير بشويه على خاطر هنايا انا غادي نجي ندير الشلاضه ديالي، شلاضه عاديه مطيشه والخيار